ما في شك انه احنا بنعيش في العصر العولمي، واللي هو القانون الثوري هو العصر الامريكي، يعني بكل تفاصيله، يعني ممتد منذ اكثر من 100 عام يعني، او من الحرب العالميه الاولى والثانيه يعني. وقد عمل له مارينز في العالم الامريكي طبعا بالولايات تبعه، يعني عصر الجلاوزه الظلم، العصر الطغيان مثلا، عصر القطب الاوحد يعني. بجوز لو وصلنا يعني عشنا بزمن ماضي تبع المغول تتار بيزنطة، كنا حكينا بامبراطوريات يعني اخرى يعني، لكن هذا هو الموجود يعني، عصر الدولار، عصر النت الامريكي بكل شيء يعني. فكان احنا يعني كاشخاص او كناس او نقول كقوميات او كدول يعني، من جماعة اهل الجنوب مثلا او جماعة الموارد القليلة يعني، ضروري انه بسوي نوع من الاحتكاك يعني. فقط هذا الشخص يعني لابس لباسه يعني، يعني هو نوع من ممكن اعتبره من الذنب يعني، مع انه جالس على كرسي معقوف يعني باصابع القدمين مجتمعة يعني، وفي سكسوكة يعني، في سكسوكة مهذبة وشوارب معقوفة زقرت. شوف العمل هذا اللي بيشتغله مثلا، وهي السلسلة اللي اشتغلتها من آخر أعمال يعني، يعني أنا بثبت وضع أو حالة معينة، كيف واحد يجب أن يرى الأشياء يعني. يعني أنت حتى اللحظة الأخيرة بحياتك، حتى الأكسجين الأخير، حتى النظرة الأخيرة يعني، أنت ما في شيء أمامك يعني. على الكرة الأرضية أنت ماشي على 60-70 سنة يعني، هو ده عدد محدود جدا، بس ما بكرة بالأرض ده مليارات. بدك تاخد الشهادة تبعك يعني، شو شهادتك هي؟ الشهادة الكتاب الذي أنجزته على الكرة الأرضية يعني، يعني بعملك، بحياتك، بأشيائك، بمقولتك. بقى بشوف هنا العمل هاي يعني عم تخضع لعيار الحقيقة الكاملة يعني، كما أراها طبعا، كما يراها الآخرون يعني. بقى لازم واحد يعني بينخدع بالشغب، ما ينخدع بالخديعة يعني. كرسام نحن نعبر عن حالة ما، فكرة ما تجاه أي شيء آخر كما نراه يعني. وآخرون كمان ينجزوا مقولات يعني، إن كانت معي أو ضد هاي الحالة كمان ما بيمنع يعني، بس كما نحن رأينا ولمسنا بأصابعنا، بأدمغتنا، تفكيرنا، وجودنا يعني، عاشت معنا أمريكا بكل لحظات يعني. طبعا مش أمريكا كأمريكا، المشكلة مش بأمريكا، ربما المشكلة بالناس الموردين لأمريكا أو بالتابعين. وفي على دولار طبعا مخفي تحت العالم الأمريكي. بتصور أنا العمال هاد الشغل هو من أعمال الميزيوم والمتحفية يعني، بتجربتي يعني، كان لازم أنجز منها الكثير يعني، بشبع الرغبات الشخصية تبعي اللي عم ترهن حالات المجتمع أو الناس أو الحالة اللي أنا بعيش فيها، بمثلها بهي اللحظة يعني، يعني لحظات الألفية 2020 بهذا الزمن بهذا الوقت.